عائشة الجرجي مناضلة اتحادية كتنتمي العائلة عريقة في منطقة الغرب بالتحديد قرية تدانة تابعة لإقليم القنيطرة، مهاجرة وسيدة أعمال بإسبانيا، وداخل الاتحاد الاشتراكي كنشغل مهمات الكاتبة الإقليمية للحزب بإسبانيا. طموحي أني نساهم في تقليص الفوارق المجالية بين مختلف مناطق جهة الرباط سلا القنيطرة. اكتسبت الحمد لله خبرة طويلة في المجال الجمعوي والحقوقي والسياسي خلال إقامتي الطويلة في الديار الأوروبية، وبغيت نفيد بها جهتي ومنطقتي. اللائحة الجهوية التشريعية لاتحاد الشراكي للقوات الشعبية بجهة الرباط سلا القنيطرة كتضم كوادر كتنتمي لمختلف القطاعات ومختلف الأعمار، وعندها الحمد لله تجربة سياسية مهمة، وجزء منهم تبارى معايا يوم انتقاء وكيلة اللائحة الجهوية، وهي الآلية اللي برهن من خلالها حزب الاتحاد الشراكي أنه حزب متجدرة فيه الممارسة الديمقراطية. اللائحة اللي نزلت جهة الرباط سلا القنيطرة واللي كتضم نساء من مختلف المناطق المتواجدة في الجهة مصممة على تحقيق نتائج جد إيجابية وتمثيل المرأة الاتحادية خير تمثيل، سواء على مستوى الاستراتيجية أو البرنامج الانتخابي، واللي بطبيعة الحال غادي يكون وفق التدابير الاحترازية وتماشيا مع توجيهات وزارة الداخلية. غادي نحاولوا نعتمدوا على وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات عن بعد من أجل التواصل مع الناخبين وإقناعهم ببرنامج حزب الاتحاد الاشتراكي. صوتك أمانة في عنقك، صوتك حاسم من أجل التغيير. من أجل تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي، صوتوا على لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوضعكم العلم على رمز الوردة.